نغم فتاة من الديوانية تطمح في زيادة وعيها السياسي واكتساب المهارة في التفاوض، فضلا عن تفعيل دور المرأة في صناعة القرار، ما دفعها للمشاركة في ورش عمل بالتنمية القانونية والسياسية لتكون فاعلة في المجتمع. اليوم أنا لازم يكون عندي وعي قانوني بالمجال السياسي. أنا من دخلت بورشة لتعزيز الديمقراطية فهمت شنو معنى السياسة، خذت معلومات كلش هواية عن الوعي السياسي اللي أنا كنت عندي ولو شوية نسبة عنه قليلة، هسه لا يعني صرت أعرف عنه كلش هواي. ضروري يكون للمرأة دور مهم بالجانب السياسي. وبهدف تطوير المهارات القانونية والسياسية لشريحة الشباب، نظمت منظمة أواني المدنية بالشراكة مع الخارجية الهولندية ورش عمل تدريبية في مجال التنمية القانونية والسياسية للشباب الناشطين في المجتمع من كلا الجنسين، لتفعيل عملية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والإسهام باتخاذ القرار. منظمة أوان أقامت مشروع تعزيز الديمقراطية القائمة على مشاركة الشباب في المنطقة الجنوبية. هذا المشروع ينفذ في محافظة الديوانية والمثنى. الهدف منه هو طبعا دعم مشاركة الشباب في إدارة الشأن العام حسب ما كفله الدستور العراقي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. الهدف منها هو تعزيز الثقافة القانونية لدى الشباب حول مفاهيم الدستور، حول النظم الانتخابية المعمول بها في العراق، وأيضا حول قانون الأحزاب، حول فن الحوار والتفاوض. ويقول أكاديميون إن هذه الورش التثقيفية سيكون لها الأثر في دعم الوعي لشريحة الشباب والمساهمة في إحداث التغيير السياسي مستقبلا. أي خطوة باتجاه نشر معرفة أو تعديل أنماط الإدراك عند الشباب حول القضايا السياسية بشكل عام أو القضايا الاجتماعية بشكل خاص من خلال فن التفاوض، من خلال الكثير من الفنون الكلامية اللي يفترض أن يجيدها الشباب بثقافتهم الخاصة، فأي خطوة في هذا الاتجاه نحن بحاجة ماسة لها في المجتمع العراقي. محاولات تقوم بها المنظمات المدنية لإحداث متغيرات في البيئة السياسية من خلال تنمية القدرات السياسية للشباب ليكونوا قادة المستقبل. ميثم الشباني، الحرة، الديوانية.